احنا بنتكلم في جدول الترتيب والرؤية الفنية للمجموعة الأولى مع الكابتن ضياء. خلينا نشاهد أهداف بني سويف حصريا معانا على الشاشة. 4-1 في الولادية. زميلنا محمد جمال كان موجود وجاء لنا بالأهداف. ونشكر أيضا المركز الإعلامي لبني سويف والكابتن وائل حبيب والكابتن محمد يوسف. يعني الترتيب زي ما انت شايف وبني سويف هو من 1-6. واضح ان المجموعه دي فعلا قويه. يعني الاول بني سويف 15، اسوان 15، النصر التعدين. خلي بالك انك انت عندك ملحوظه ان اللي قاعد 8 و7 هابطين. سبعه هابطين. يعني مشكله. يعني مشكله. النصر التعدين 13، يعني فرق يعني نص مباراه كمان. المنيا 13، ديروت 12، تليفونات بني سويف 12، اعلاميين 10، طهطا 9، الفيوم 7، الالومنيوم 6، سوهاج 6، التحرير 5، الولاديه 4، شباب ناصر ملاوي اخر حاجه 2. 1 2 3 4 5 6 7، من اول 9 نقاط ده هابطين، وفيهم سوهاج وفيهم الالومنيوم وحتى بين الاعلاميين وطهطا فرق نقطه واحده. فبرضه ما زال الموضوع مشتعل، يعني مشتعل في الستة اللي فوق ومشتعل في الستة اللي تحت. لا، وسوهاج والالومنيوم عندك في المناطق المهدده للهبوط. ما انا بقول لك سوهاج والالومنيوم الاثنين لعبوا دوري ال 10 وال 11 الاثنين. لا، موقف صعب جدا طبعا. شباب ناصر ملاوي الاثنين ده صعب جدا طبعا، اكيد الامكانيات ضعيفه جدا، لكن المعركة هتبقى في الدور الثاني، هتبقى ربنا يكون في عون الحكام يا حاج ياسر. كابتن عمر، مباراة صعبة جدا طبعا. انا وجهة نظري ان الممتاز بيه هيبقى في وقت من الاوقات هيبقى اصعب من الدوري الممتاز بمراحل. وهتبقى يعني نتمنى ان ما يكونش في مشاكل. طب تفتكر ده يبقى محتاج ايه من لجنة الحكام؟ محتاج من دلوقتي ان انا بحوش حكامي المميزين علشان المراحل الحاسمه. بعد اذنك اول حاجه كان الجدول ده يطلع لك مسابقه تفيدك ملاعب الملاعب. تاني حاجه يذاع اعلاميا. أنا اتفق ولذلك معك. دور المحترفين ده الدوري ده يبقى محترفين السنه الجايه. لما تذاع كانت احسن فتره للحكام. لا لا لا، والمحترفين السنه الجايه 24 فريق على مستوى الجمهوريه هيبقى اقوى من الدوري الممتاز طبعا. اولا الاذاعه بتعمل التزام سواء من الاجهزه او من اللعيبه. طبعا بتفرض عليك نوعيه معينه من الملاعب عشان تقدر تذاع منها، وبتفرض عليك حاجه تانية كمان كلجنه حكام ان هي بتهتم ان هي تبعت حكام. بس ملاحظه في الاسبوع ده في مجموعه الصعيد، واحنا دلوقتي بنشوف اهداف الاعلاميين والمنيا 2-1 للاعلاميين. الملعب كويس. لا، مفيش شكوى تحكيميه، هذه ظاهره. نشكر المركز الاعلامي للاعلاميين طبعا اللي اهدانا هذه الاهداف، وتحيه للمحترم الاستاذ خالد فتوح نائب رئيس مجلس الاداره والمشرف العام على كره القدم في نادي الاعلاميين وعضو نقابه الاعلاميين، عضو مجلس نقابه الاعلاميين. هدف رائع طبعا. الاعلاميين الكابتن جميل حلمي والكابتن طارق السيد. بص، الكابتن طارق السيد اعلى اهداف في الثلاث مجموعات واعلى نسبة اهداف دخلت مرمى فريق في الثلاث مجموعات. يعني الكابتن طارق ظهير طائر، فهو طاير على الهجوم على طول. ثقافة الحقيقة. الفرقة الوحيدة اللي احرزت في السبع جولات ودخل مرماها في السبع جولات. ده هدف حلو جدا. نشأة مسعد في الاعلاميين. ده ورانا هنا في مدينة الإنتاج الإعلامي. وده هدف المنيا طبعا. طيب خلينا نقول لكم الخميس اللي جاي جمهوري الخميس اللي جاي في المجموعة المجموعة الأولى التحرير بني سويف، تليفونات بني سويف أسوان، ماتش ناري، ضهطة شباب ناصر ملاوي، الفيوم ديروط، المنيا النصر للتعدين، الولادية سوهاج، الألمونيوم الإعلاميين، ناري بقول لكم يعني بالظبط. طيب اعلن الأفضل بقى يا كابتن ضيا. أنا عندي الهدافين. لا 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 حضرتك.